المجرم المغبور صدام حسين وحزب البعث كان عندهم قاعدة واحدة جوهرية، إذا ما كنت معانا نهايتك برصاصة. قصتنا تبدي بتاريخ 17 يوليو من عام 1968، وتحديدا الساعة 43 دقيقة صباحا، لما تم الإعلان عن نجاح الانقلاب على عبد الرحمن عارف، وأعلن حزب البعث أنه استولى على السلطة. المجرم صدام حسين كان له دور كبير في الانقلاب، ولذلك بعد تعيين أحمد حسن البكر رئيس لجمهورية العراق كلف صدام حسين بمسؤولية الأمن القومي. هذه فيها هدف بعدين نسولف عنه. صدام حسين كان عمره 31 سنة وقتها، بدأ يجمع كل أطراف السلطة بيده، وفي سنة 1968 وصل لمنصب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة. هني حصل على لقب السيد النائب، ويقصد فيه نائب رئيس الجمهورية العراقية. صدام حسين كان يبي يضمن بأن اللي سواه مع غيره ما راح يتكرر معاه، وأول شيء كان حريص عليه أنه ما يترك أي مخالف له أو معارض حي يرزق، وأيضا كان عنده هدف وهو الوصول للسلطة وحيدا وبدون منافسة أو معارضة، وما يترك الشخصيات اللي لها تأثير داخل العراق وخارج العراق. المغبور صدام حسين كان مشهور من بداياته بأنه يتبع أسلوب تصفية المعارضين. على هذا الأساس قام وأنشأ شيء اسمه شبكة الاغتيالات العراقية. بعد الانقلابات المختلفة اللي صارت، الكثير من المعارضين وبالخصوص الضباط من الجيش هربوا للخارج واتجهوا بشكل خاص إلى بلدين، بريطانيا، والأكثرية منهم راحوا لمصر اللي كان يحكمها جمال عبد الناصر، اللي أمن لهم مكان يعيشون فيه وأيضا يستخدمهم كنفوذ سياسي يقلب الطاولة على العراق وقت ما يشاء. واحد من الضباط العراقيين اللي كانوا موجودين في مصر اللواء عارف عبد الرزاق، اللي كان رئيس وزراء عراقي سابق في عام 1965 في عهد الرئيس عبد السلام عارف، وقائد عسكري في القوة الجوية العراقية، وكان توجهها قومي ناصري، وكان أول مشارك بالثورة اللي أنهت النظام الملكي في العراق وإعلان الجمهورية العراقية في 14 يوليو 1958. وفي عام 1969 كان في السجن، وأعطي الخيار بالخروج من السجن والنفي خارج العراق، فلجأ إلى مصر في 19 فبراير عام 1969. من الضباط اللي كان يرغب المجرم صدام حسين باختيالهم العقيد صبحي عبد الحميد، اللي كان وزير خارجية عام 1963، وبعدها صار وزير للداخلية عام 1964، وكان عضو باللجنة التنفيذية للاتحاد الاشتراكي العربي اللي تشكل عام 1964، وبعدها شكل مع رفاقه الحركة العربية الاشتراكية، وانتخب أمين عام لها، ثم أمين عام لحزب الوحدة، ولجأ لمصر بعد قيام انقلاب عام 1968.